زعلان طبعا، انا عارفه. انا كنت متوقع على فكره، هي من اول ما شافته وهي معجبه بيه كانت طول الوقت بتكتبني وبتكتب احساسي وبتحاول تثبت لي العكس، واول ما جت لها الفرصه تعمل كده في يوم وليله. طب ما انت قلت لها هنسيب بعض في يوم وليله. بس ما قربتش من حد يا هند، ما عملتش زيها، كأنها ما صدقت. يمكن بتغيظك يا طاهر، صغرت في نظري قوي، هي دماغي دي. طب كانت ادت لنفسها فرصة حتى تزعل عليا زي ما انا زعلان. انا حاسة بيك والله، وبجد انا مش عارفة اعمل ايه عشان متبقاش متضايق كده. تمام، ده زي الفل. ما تردي، لا تكون القناة. لا ده بابا مش عايز ارد عليه. الو. ايه عروة، ماما انا بابا كلمني، هو كلمك او حاجه؟ وما رديتيش ليه؟ كلميه واسمعيه واديله فرصه. ده بجد؟ مستغربه اللي انتي بتقوليه ده بصراحه. ده الصح، وده اللي هقوله لاخواتك كمان. ماشي. هتنزلي امتى؟ هلبس وانزل. كلميني وطمنيني لما توصلي. ماشي، اوكي، باي باي. باي. طب انا هلبس واجي اوصلك. لا ملوش لزوم يا علي. ليه؟ ما انا قاعد فاضي، انا ممكن اوصلك وارجعك كمان. انت متاكد ان انت ما وراكش حاجه؟ اه انا بعت السي في بتاعي لشركات كتير ومستني حد يرد. ماشي. الو. اه انا علي. تمام. اه خلاص تمام، شكرا، مع السلامه. وشك حلو عليا، عندي انترفيو بكره. بجد؟ مبروك، على خير ان شاء الله. اوصلك بقى بمناسبه الانترفيو. ماشي. استنى استنى، صحيح انكل حسن واخد العربيه وماما واخده العربيه، فانا اصلا هروح في تاكسي. اوصلك برضو. برضو في تاكسي؟ وارجعك كمان. ماشي، اوكي. الو. الو. ايوه يا شازم. ايوه يا رمزي. انت فين؟ ايه في ايه؟ الحقيني، عندي مصيبه. طب كده احنا نقدر نمضي العقود النهارده؟ لا للاسف، احنا هنضطر نستنى باشمهندس حمدي لحد ما يرجع من السفر، هو كمان عايز يعمل مؤتمر صحفي كده صغير ونصوره. بس انا مش عاوز اعمل كده. ده البروتوكول بتاع شركتنا، بس لو فيها مشكله احنا ممكن نعمل المؤتمر ده في شركتنا، احنا تحت امر حضرتك والتيم كله وتحت امر باشمهندس حسن. كتر خيرك. لو هنعمل مؤتمر هيبقى هنا في الشركه دي. مفيش مشكله، انا هكلم باشمهندس حسن وانسق معاه. ومال المهندس حسن بالموضوع ده؟ مش شغلته على فكره. كتر خيرك. روحي لعفاف مديرة مكتبي، هي اللي هتنسق معاكي كل حاجه. تمام، مع السلامة يا باشمهندس، ومبروك مقدمة. كتر خيرك. مقضيها انت كتر خيرك، والضحكة مش مفارقة وشك. كتر خير الدنيا. حسن ما تعصبنيش، أنا مش مصدقة بجاحة الست دي. في إيه يا نادية؟ أنا راجل مرغوب بمعجبات كتير. طب اتفضل روح على مكتبك. ولا اقول لك استنى لحد ما الزفته دي تمشي. ده بجد؟ انت بتغير عليا فعلا يا نادية؟ انا ما بغيرش على حد، عاوز تمشي اتفضل، المركب اللي تودي. حد يسيب القمر ده ويمشي. كتر خيرك. اقعد.